يقدر يعطيك الله وليد ولا بنية ويكون سبب ديال الخراب ديال الآخرة ديالك والدنيا ديالك. شحال من واحد ريوق ونشفو قلبه مرض سطا بسبب ولاده. قول ربما الله، ماشي ربما، الله علم أن العقم خير لي من الإنجاب. ما تفهمش بالفهم ديال الشطارة مع الله وعلاش أسيدي ربي ومني أنا وقاع الناس واش غير أنا اش درت أنا. هذا الفهم ديال الجهال. فهم الفهم ديال العبد الذي يعلم أن الله أرحم به من نفسه بنفسه. حتى واحد فينا ما يبغيش الضرر لراسو، حتى داك اللي مبلي بشي بلي خايبة ما بغاش الضرر غير ضعاف، ما هو ما بغاش الضرر لراسو. مخدرات والزنا والفساد إذا تعمقتي معاه ما بغاش هو الضرر، ولكن ضعاف أمام الشهوات وانهار وانهزم، لكن هو عارف الضرر وما يبغيش لراسو.